رفضت من ايش حاكي؟ لحظة، شنو رفض هذا اللي يزعقنا من اول مثل ما تزعقنا انت؟ يا بلد تزعقنا انت ما وتشتي من اول هدير يا بلد قايلي من العمل بالبدلة لا عندي لا عند ابوك مو تشتي يا بابا قعتنا. طيب ما انا اجي لك من هنا تقيلي من هنا، اجي لك من هنا تقيلي من هنا، اهدر يا بابا. طيب حبة حبة أنا. يلا اهدرها مو موتي، خبرها خبر. امي امك مالي الله لا الحق خير. همو امي تعبان، امي مريض، امي ساعتها قربة ان شاء الله، ساعة قربة يا رب. موت اشتمال امك. امي تعبان. ايوه ولا تعبان من الحول للبيت للغسيل للبقرة للحمير للغنم للدقاق، كم يشتكون يا بابا؟ اي مو نعمل له يا بابا انت داري مو داري مو ها قرب مو شو واحدة تاتي تنفع على البيت، يعني تنفع تصبل معه وتخبز معه وتخلي أميرة بالبيت ولا تعمل حاجة. لحظة، الموضوع ده دخل راسي، يعني تخبز معه وتعقين وتكنس البيت؟ صح ما قدي تعب والله يا با، تخزن كل يوم خفف من القات وتندي واحدة تنفع أمي. اي والله انك طايع، والله انك طايع يا ولدي. تعال قرب شابو صاف. انا فدالك يا با. تعال اجلس اجلس. انا فدالك يا با. اجلس والله انك طايع. وانا فدالك. حرام انك طايع يا ولدي. وانا فدالك وابا. الحمد لله. اي ندي واحدة تكنس وتخبز وتعجن مع امك، ولا اقول لك امك ترتاح وهي عليها تكنس وتخبز وتعجن وتحصد كل حاجة تعمل كل حاجة. اميرة تجلس بالبيت. بس قل لي اسمع، دور لي من بنت الجيرة نتزوجها وندي لونها. انت طايع يا با. انا مو انا وانت تهدر لي علشانك انت؟ انا قلت انك شي تزوجنا. قم من دي، قم قم نقى مزارك. هيا خذ ذنبه الذنبه سنساعد امك. موضوع الخبر.